نظمت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر قافلة طبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية. وقال منسق القوافل الطبية إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج في مختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. الخدمة الطبية بتشمل خدمة العيادة عن طريق وجود أخصائيين واستشاريين أطباء كبار في جميع التخصصات، كبطنة، كعظام، كجراحة، كمسالك، كأطفال، كأنف وأذن، إلخ، عن طريق أن أنا بوفر لهم الأشعاعات والتحاليل المتاحة في كل حاجة. بعد كده بيصرف المريض العلاج بتاعه، كل الخدمات الطبية مقدمة بالمجان. مش بس كده، لا، ده احنا بنوفر خدمة الكشف المبكر على الأمراض المزمنة. العيادات عندنا هنا فيه طبعا مختلف التخصصات، أنا هتكلم على التخصص بتاعي. أنا بالنسبة لي عندنا هنا العيادة المتنقلة بتاعتنا، عيادة تنظيم الأسرة، عندنا بتقدم كل خدمات تنظيم الأسرة، كل الوسائل بتتقدم بالمجانا. عندنا كمان في كشف بالسونار، بنعمل متابعات الحمل ومتابعات للأم والجنين أثناء طول فترة الحمل، وبنحافظ على صحتها. وعندنا طبعا في القوافل هنا عندنا الصيدلية بتاعتنا بتكشف لنا، بتدينا كل الفيتامينز اللي بتحتاجها الأم الحامل أثناء فترة الحمل، بالإضافة للوسائل بتاعتنا. وكمان أحب أضيف إن حاليا إحنا ضفنا اللولب الهرموني، وده من أحدث الوسائل اللي ضافت عندنا في كافيتيريا الوسائل، وموفرينه في جميع الإدارات اللي عندنا في المحافظة، فهتلاقي يكون مكان في كل محافظة. بالنسبة لمدينة سفاجة احنا موفرينه في وحدة سفاجة، لو الهرموني ده طبعا يعني من أحدث وأغلى الوسائل الموجودة.